لكم تختزل الصورة هنا المشهد، شباب طامحون لوطن عزيز وسلطة رهنت الوطن وعمدت إلى خرابه. على أنغام النشيد الوطني ينصت المتظاهرون وفي القلب غصة على عراق كان بالأمس منارا يحتذى به، أضحى اليوم منكوبا منهوبا ومهددا بالزوال، وكل هذا بفعل أحزاب وميليشيات استيقظت فجأة لتجد نفسها تحكم بلدا مثل العراق. تتزاحم شرائح الشعب المختلفة في الساحات والميادين لتجسد صورة تراجيدية لانتصار الصوت على الرصاص والسلمية على العنف والعلم على الجهل. هنا العلم يبدو جليا واضحا بالموج الأبيض لطلبة العراق وهو يجتاح المحافظات تلبية لنداء الثورة. في بغداد والناصرية والنجف والبصرة وبابل وواسط وغيرها تتلون الشوارع والساحات بشباب العراق الواعد، ذلك الجيل الذي ظل صامتا حتى ظن به الموت فانتفض على حين غرة من السلطة ليعيد الأمر إلى أهله. ليس أوضح من إفلاس الطبقة السياسية ومن وراءها إلا إصرار الطلب على التظاهر رغم القمع والتهديد والوعد والترغيب، فكان طلاب العراق ركنا من أركان الثورة تعكس الرفض الواسع للطبقة الحاكمة، كما وتنبئ بجيل بات يرى النور من فوق بنادق قاتليه.